اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیارت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ السلام علیک یا امام الورا، السلام علیک ایہا العروۃ الوثقی، السلام علیک یا حبل اللہ المتین، السلام علیک یا نورہ المبین، السلام علیک ایہا الصادق جعفر ابن محمد خازن العلم الداعی الی اللہ بالحق، اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توقيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصيائك وحججك إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔